السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله حبايب الشطار هنبدأ في المحافظة رقم 10 في الجبر، اللي هي محافظة مين؟ البحيرة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المحتاطة. أول نقطة بيقول لك مربع المساحة بتاعته 9 س تربيع، فإن طول ضلعه يساوي كام؟ حيث س عدد موجب. والله يا أستاذ لما يديك المساحة نفسها ويطلب منك طول الضلع، لا على طول يا أستاذ خد جذر المساحة. جذر مين؟ المساحة. المساحة بكام؟ ب9 س تربيع. تاني، لما يديك المساحة نفسها ويطلب منك طول الضلع على طول خد جذر المساحة. طيب جذر 9 ب3 وجذر السين تربيع اقسم الأسعة 2. قلنا لما نلاقي أس تحت الجذر التربيع نقسم على الاتنين، 2 على 2 فيها الواحد، يتفضل السين، يبقى 3 س اللي هو الاختيار رقم ألف. طيب ندخل على السؤال التالي. طيب النقطة رقم 2 بيقول لك سالب 2 على 3 أس سالب 3. قلنا يا أستاذ أول ما نشوف سالب جوه القوس أول حاجة نبص عليها الأس. الأس زوجي ولا فردي؟ والله التلاتة فردي، يبقى أول حاجة نطلع السالب بره القوس. طلع السالب بره القوس، وتبقى يا أستاذ 2 على 3 أس سالب 3. تاني لما نلاقي سالب جوه القوس نبص على الأس، لو فردي نطلع السالب من بره، زوج نشيله. طيب تعالى يا أستاذ، قلنا العين ما بتحبش السالب، فعلشان نشيل السالب نقلب الكسر اللي جوه، يعني بدل ما 2 على 3 نخليها 3 على 2، وقصاد قلبة الكسر نشيل السالب. طيب تمام، دي بتساوي سالب 3 3 كيب أو 3 أس 3 ب27 و2 أس 3 ب8، يبقى سالب 27 على 8 اللي هو الاختيار الكام؟ الاختيار رقم ألف. تمام، وندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا في النقطة رقم 3 بيقول لك 3 أس 3 في 3 أس 4. احنا قلنا في حالة الضرب للأساسات المتشابهة بنثبت منهم أساس، وبنعمل إيه للأسس؟ ونجمع الأسس 4 و3 7، يبقى 3 أس 7 اللي هو الاختيار رقم جيم. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. احنا قلنا لما تكون العملية جمع أو طرح تحت الجذر التربيع ما ينفعش نوزع. قلنا بنوزع امتى؟ لما تكون العملية ضرب وقسمة، لكن جمع وطرح ما ينفعش توزع. يبقى نجمع أو نطرح الأول بعد كده ناخد الجذر المشترك. 9 و16 25، 25، وناخد الجذر المشترك في الآخر. جذر 25 كام؟ 5. تعال نشوف مديني كام من الخمسة. مديني من الخمسة 3، يتفضل كام؟ يتفضل 2، يبقى نختار 2. طيب ندخل على السؤال الخامس. بيقول لك إذا كان سالب س أكبر من الأربعة فإن. والله يا أستاذ قلنا عشان نخلص من اللي قدام السين هنضرب في السالب واحد الطرفين. نضرب هنا في سالب واحد ونضرب الطرف، فيش حد أحسن من حد، نضرب الطرف ده في سالب واحد. سالب في سالب بموجب، وواحد في سين بواحد سين. طيب وسالب في موجب بسالب، وواحد في أربعة بأربعة. طالما ضربت في عدد سالب أو قسمت على عدد سالب في المتباينة، دايما علامة التباين بتغير من اتجاهها، يعني بدل ما مولية للسين لا تولي للأربعة. تاني اكتب الملحوظة دي عشان هتتكرر كتير في الامتحانات. لما تضرب في عدد سالب أو تقسم على عدد سالب لازم تغير اتجاه علامة التباين، يبقى سين أقل من السالب 4 اللي هو الاختيار الكام؟ الاختيار رقم د. وندخل على السؤال اللي بعده. طيب في النقطة رقم 6 بيقول لك فصل دراسي به 21 ولد و15 بنت، إذا اختير طالب عشوائيا فما احتمال أن يكون بنتا؟ احتمال أن يكون إيه؟ بنت. طيب كلام جميل. عدد البنات كم وحدة؟ والله 15. على العدد الكلي للبنات والأولاد، 1 زائد 5 6 و2 زائد 1 3، يبقى 36. طيب على الثلاثة فيها الخمسة، على الثلاثة فيها الاثناشر، يبقى 5 على الكام؟ على الاثناشر اللي هو الاختيار ألف. وندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا السؤال الثاني أكمل. أول نقطة بيقول لك إذا كان الرقم ده عاوزه في الصورة القياسية. طيب هو عملية جه حط العلامة ما بين الواحد ومين؟ والستة. أنا أسألك سؤال، ما بين العلامة القديمة والجديدة كم رقم؟ تعال نشوف، 1 2 3 4 5، 5 أرقام.
طب العلامة القديمة تحركت لليسار ولا اليمين؟ والله تحركت لليسار في اتجاه الكتابة بالإنجليزي، يبقى هيكون الخمسة دي ايه؟ سالب، تمام؟ يبقى نقول مكانها سالب خمسة. طيب بيقول لك الواحد أصبحت اثنين، أصبحت ثلاثة، خمسة، ثمانية، أكمل بنفس التسلسل. والله يا أستاذ الواحد ما قدمش حاجة، فما تجمعش على حاجة، عطانا واحد. الاثنين اتجمعت على الواحد عطتنا ثلاثة. الثلاثة اتجمعت على الاثنين اللي قبليها عطتني خمسة. الخمسة اتجمعت على الثلاثة اللي قبليها عطتني ثمانية. الثمانية لما نجمعها على الخمسة اللي قبليها تدينا 13. طيب ال 13 لما نجمعها على الثمانية اللي قبليها تدينا 21. تمام يا أستاذ، وندخل على السؤال اللي بعده. طيب النقطة رقم ثلاثة، المعكوس الجمعي للعدد ده يساوي كم؟ طالما يا أستاذ شفت أسس ما تقراش السؤال، تفك الأسس تخليه رقم واحد وبعد كده تشوفها عاوزين. طيب والله يا أستاذ طالما في سالب جوه القوس، أول حاجة نبص على الأسس، لو زوج نشيله، فرد نطلع قدام القوس، والله الاثنين زوج، يبقى أول حاجة نشيل إيه؟ السالب. فتصبح 2 أس 2 ب 4 على 5 أس 2 بكام؟ 25. هو عاوز المعكوس مين؟ الجمع. المعكوس الجمع بنغير الإشارة. طيب هو موجب 4 على 25 نخليها سالب 4 على 25. طيب ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لك 3 أس 5 زائد 3 أس 5 زائد 3 أس 5 بيساوي 3 أس كام؟ ركز. بص يا أستاذ الجمع ماليش قانون، فهناخد وحدة منهم، وحدة منهم اللي هي 3 أس 5، ونضرب في عددهم. عددهم كم وحدة؟ وحدة، 2، 3، يبقى في 3. اي رقم ما تلاقيلهاش اس اس واحد. في حاله الضرب كده انا حولت الجمع ملوش قانون لضرب لقانون. في حاله الضرب بنثبت اساس اللي هو 3 ونعمل الاسس، نجمع الاسس، 5 و1 كام؟ 6. هو مديك الثلاثة، بتفضل ايه؟ الاس اللي هو ب6. طيب ندخل على السؤال 5، النقطة 5 بيسألك على احتمال الحدث المؤكد. المؤكد كنا نعرف ان هو بكام؟ ب1. ممكن يغير السؤال، يشيل لك كلمة المؤكد ويجيب لك المستحيل، يبقى احتمال الحدث المستحيل هيكون بكام؟ بصفر. أصغر عدد فردي أولي. والله يا أستاذ أصغر عدد فردي اللي هو الواحد، والواحد مش أولي، يبقى نشوف الفرد اللي بعد الواحد مين؟ التلاتة، يبقى هو أصغر عدد فردي أولي، والتلاتة أولي، يبقى ناخد التلاتة. تمام؟ ونخش على السؤال اللي بعده. طيب هنا في السؤال الثالث ألف بيقول لك أوجد ناتج ما يلي: جذر التربيع للسالب 9 أس 2 زائد جذر التربيع لل 64 على 81 زائد 3 أس 3 على 7 أس 0. طيب بكل بساطة أول ما نشوف سالب جوه القوس، أول حاجة نبص لها الأس. والله لو الأس زوجي نشيلها، بقى الاثنين زوجي، يبقى أول حاجة نعملها نشيل السالب. تمام؟ طيب تفضل معايا الجذر التربيعي. ها 1 تربيع ب1 على 9 تربيع، يعني 9 في 9 ب 1 و8 زائد، قلنا يا أستاذ دي معلش أنا آسف، دي بتساوي زائد، قلنا الجذر التربيع بنوزع في حالتين، لما تكون اللي تحتي قسمة أو ضرب، وفعلا قسمة بنقدر نوزع. جذر ال 64 ب 8 التربيعي، وجذر ال 81 9 زائد أي حاجة أس 0 ب 1، دي بتساوي، قلنا ده قسمة نقدر نوزع الجذر، جذر الواحد تربيع بواحد وجذر 81 بتسعة زائد 8 على 9 زائد الواحد لازم نخلي كسر، مقاماتها زي مقامات الكسور الأولى يعني 9، وده لما واحد صحيح يعني هي أي رقم على نفسه. كده وحدنا على 9، عندك 9 و1 10، 10 و8 18، يبقى 18 على 9 فيها الكام؟ فيها الاثنين، يبقى ناتج التبسيط ده كام؟ 2. وندخل على السؤال اللي بعده. هنا في السؤال ب بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوجد مجموعة الحل في نون للمتباينة. قلنا عشان نحل المتباينة بنثبت حاجتين، بنثبت الرمز اللي هو 3 س وصاحب البيت اللي بعد علامة التباين اللي هو ال 11، ونعد الرقم عند الرقم عكس الإشارة، عكس الموجب 2 سالب 2. يبقى 3 س في الحالة دي أصغر من كام؟ 11 ناقص 2 كام؟ 9. قلنا أي رقم قدام الرمز عشان نشيله نقسم عليه يمين وشمال، أنا على التلاتة وأنا على التلاتة. تلاتة باي باي مع التلاتة، يتفضل السين أصغر من 9 على التلاتة فيها الكام؟ فيها التلاتة. طيب هو عاوز في نون، يبقى لازم تكتب مجموعة الحل على هيئة الصفة المميزة. عبارة عن سين حيث سين تنتمي النون، ده ثابت في الصفة المميزة عشان نحل المتباينة، وتكتب آخر حتة من المتباينة سين أقل من التلاتة. بس كده يا أستاذ،
ندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا يا أستاذ في السؤال رقم 4 ألف أوجد في أبسط صورة. طيب بكل بساطة أنا الأس كام؟ سالب 2. قلنا في حالة الضرب للأساسات المتشابهة نثبت أساس اللي هو 7 ونعمل إيه للأسس؟ ونجمع الأسس، فهنقول 4 زائد سالب 2 سالب في موجب بسالب. طب 4 ناقص كام؟ 4 ناقص 2 اللي هي كام يا أستاذ؟ 4 ناقص 2 2 على 7 أس 3. كل ده أس سالب مين؟ 2. قلنا عشان نشيل السالب يا أستاذ نعمل إيه للكسر؟ عشان نشيل السالب ده نقلب الكسر، يعني بدل ما 7 أس 2 كانت في البسط نخليها في المقام 7 أس 2، 7 أس 3 كانت في المقام نطلعها في البسط 7 أس 3، وقصاد قلبة الكسر وروح شايل السالب ده تبقى أس 2. طيب في حالة القسمة الأساسات المتشابهة بنثبت أساس، تعال نشيله ده، نثبت أساس اللي هو 7 ونعمل إيه الأسس؟ نطرح الأسس 3 ناقص 2 1 والواحد ما بنكتبهاش. تفضل معايا 7 أس 2 اللي هي بكام؟ 7 × 7 = 49، وندخل على السؤال بقى. طيب هنا يا أستاذ بيقول لك أوجد على صورة الصورة القياسية ناتج مالي. بص يا أستاذ في حالة القسمة تقسم المتناظر، يعني الأعداد الصحيحة تقسمها على بعض دي على دي، وتقسم يا أستاذ العشرة أس والصورة الأسية على بعض. طيب 18، بس هي يفضل إن أنت تعمل شرطة كسر كبيرة وتكتب القوس الأول في البسط اللي هو 18 في 10 أس 9 على 3 في 10 أس 4. تعال نقسم المتناظر، الرقم على الرقم، 18 على 3 فيها الكام؟ فيها الستة، في 10 في حالة القسمة الأساسات المتشابهة نثبت أساس ونطرح الأسس 9 ناقص 4 كام؟ 5، وهي دي الصورة القياسية. ونخش على السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك في السؤال الخامس ألف إذا كان مجموع 3 أعداد زوجية متتالية يعني جايين ورا بعض يساوي 66 أوجد الأعداد الثلاثة. بص يا أستاذ أنا لو معي عدد زوجي زي الاتنين اسمي كام؟ 2. هنديك مثال بس عشان تفهمها، لو عاوز العدد الزوجي اللي بعديه على طول هتزود على 2 صح ولا لا؟ هيديك مين؟ هيديك 4، ده العدد الزوجي اللي بعد 2. طب لو عاوز العدد الزوجي اللي بعد 4 هتزيد على 2 تمام؟ طب 4 و2 6، يبقى العدد الزوجي اللي بعد 4 6، دول 3 أعداد زوجية متتالية، يبقى كل مرة أنت بتزود بالكام؟ بالاتنين. فلو قلت لك افترضنا ان العدد ده هو سين، العدد الاول يساوي سين، يبقى العدد الثاني هيكون ايه؟ هنزود على السين 2 يبقى هيبقى سين زائد 2. طب العدد الثالث اللي بعديه هنزود برضو على الاثنين دي 2 تصبح سين زائد 4، يبقى الثلاث اعداد هما المتتاليين سين وسين زائد 2 وسين زائد 4. قال لك مجموع الثلاث اعداد ده 66، تعال نجمع الثلاث اعداد، سين العدد الاول سين، العدد الثاني سين زائد 2، العدد الثالث سين زائد 4، قال لك المجموع كام؟ 66 تمام. طيب معاك سين وسين وسين يبقى 3 سين، ومعاك اجمع الرموز مع بعض والارقام مع بعض، معاك 2 و4 يبقى 6 زائد 6 يساوي 66. بنحل ازاي المعادله؟ بنثبت الرمز اللي هو 3 س وصاحب البيت اللي بعد اللي يساوي اللي هو 66، ونعدي الرقم عند الرقم عكس الاشاره، عكس الموجب 6 سالب 6. طيب يبقى 3 س نكتبها هنا 3 س تساوي 60، 66 هنشيل منهم 6 60. اي رقم قدام الرمز عشان نشيله نقسم عليه يمين وشمال، هنا على 3 وهنا على 3. 3 باي باي مع 3 اتفضل الس، والصفر ينزل، و6 على 3 فيها الاثنين، يبقى السين بكام؟ ب20. يبقى أول عدد ب20، نقدر نجيب تاني عدد؟ أيوه. تزيد على 2 يصبح 22. تقدر تجيب تالت عدد؟ أيوه، تزيد على 2 يصبح 24. يبقى الأعداد الزوجية المتتالية هما 20 و22 و24. يا رب تكون وصلت، وندخل على السؤال بقى. طيب هنا في السؤال بقى بيقول لك من مجموعة الأرقام دي كون عددا مكون من رقمين مختلفين ثم أوجد احتمال كل من مجموع الرقمين يساوي 7 رقم الآحاد زوج. ركز معي لأن السؤال ده مهم، تعال نجيبه فضاء العينة. طيب بيقول لك كون لي عددا مكون من رقمين مختلفين، مجموعة من ايه؟ من الأرقام أعطيهم ليك، بيقول لك كون عدد مكونا من رقمين مختلفين. طيب
طيب نجيب ازاي يا استاذ الفضاء؟ هنثبت واحد وناخده مع باقي الحروف، مع باقي الارقام. يعني مثلا انا هنثبت الاثنين دي في الاحاد، اهي الاثنين في الاحاد، وناخد مره مع الاثنين ناخد معها الثلاثه، ومره مع نفس الاثنين هنثبتها في الاحاد ناخد معها الخمسه، يبقى 52. طيب خلصنا مع الاثنين، خش على الثلاثه، يبقى ثبت الثلاثه في الاحاد، هنثبت الثلاثه في الاحاد، تبقى ثلاثة في الأحاد، ناخد مرة معها الاثنين في العشرات، وناخد مرة مع الثلاثة الخمسة، تبقى ثلاثة مع الخمسة. كده خلصنا مين الثلاثة، نخش نثبت الخمسة، تمام، نثبت الخمسة في الأحاد، تبقى خمسة، ناخد معها مرة الاثنين يبقى 25، ثبت الخمسة في الأحاد، خد مرة معها الثلاثة تبقى 35. دي مجموعة الأعداد المكونة من رقمين إيه مختلفين. يقول لك أول سؤال عاوز احتمال مجموع الرقمين يساوي 7، احتمال إن المجموع يساوي كام؟ يساوي 7. طيب كلام جميل، مين اللي مجموعهم في 7؟ 2 و3 مجموعهمش في 7، الـ2 و5 مجموعهم في 7، الـ3 والـ2 مجموعهمش في 7، الـ3 والـ5 مجموعهمش في 7، الـ5 والـ2 مجموعهم في 7، والـ5 والـ3 مجموعهمش في 7. طيب اللي مجموعهم في 7 عددهم كام؟ رقمين على العدد الكلي للأرقام 1 2 3 4 5 6 على الست. تعال نختصر على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة. طيب رقم 2 احتمال أن يكون رقم الأحاد زوجي، احتمال أن يكون رقم الأحاد زوجي. طيب كلام جميل، مين الأحاد زوجي؟ ده أحاد زوجي وده أحاد زوجي بس، يبقى عددهم كام؟ 2 على العدد الكلي 1 2 3 4 5 6، 2 على 6، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها 3. وبكده يا استاذ يكون خلصنا الامتحان. الناس المميزه اللي وصلت معانا للنهايه، حبايب الشطار ما تنسوش تنزلوا وتشتركوا في القناه، واهم حاجه ان انت تفعل زر الجرس. عارف لو انت ما اشتركت في القناه وما فعلتش زر الجرس كانك ما اشتركتش. ليه يا استاذ مفعل زر الجرس؟ علشان اول فيديو ينزل يوصل لك انت اول واحد، تمام؟ وان شاء الله حبايب الشطار احنا مش هنخلص سنه اولى ونسكت، لا ان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض ان شاء الله كلنا ننجح وكده، ونجيب الدرجه النهائيه في كل المواد مش في مادتي بس، ونروحوا مع بعض سنه كام؟ سنه تانيه اعدادي، تمام حبايب الشطار. وفي النهايه ما تنسوش تدعوا لي وتدعوا الوالده الله يرحمه، ربنا يفرحكم ان شاء الله وتقفلوا المواد كلها وتفرحوني انا اكتر حاجه، وتفرحوا اهاليكم، ونلتقي ان شاء الله في النموذج التالي. السلام عليكم.